القبائل مكمل الجولة الأولى في سباق هذا الصباح. ها هي الانطلاقة، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. مباشرة مع قناة دبي ريسنج نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط. وأرى الآن اللي في المركز الأول الأسد للسيد سالم بن سهيل بن صالح العامري في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني المختبر للسيد محمود بن حبيب بن محمد بن رضا. وفي المركز الثالث شديد للسيد مظفر بن محمد بن حسن العامري. وفي المركز الرابع عرب الراق للسيد راشد بن ناصر بن حباب الهاجري. وفي المركز الخامس الخليج متواجد على فكرة في تاهيل لكأس الخليج في هذا السباق. ها هو الخليج هنا في المركز الخامس للسيد نهيان بن حمد بن نهيان العامري. وفي المركز السادس ترى النصر للسيد يابر بن حمد بن محمد بن عفير المري. وفي المركز السابع أرى شعار سعيد بن مصلح الحبابي شعار الشاعر متواجد على ظهر السعر متواجد هنا في المركز السابع للسيد هادي بن سعيد بن مصلح الحبابي. وفي المركز الثامن أرى غازي للسيد ثاني بن عبيد بن سعيد بالكديدة الفلاسي. وفي المركز التاسع شاهين. في المركز التاسع لعبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم اللي في المركز التاسع. وفي المركز العاشر المتحد للسيد محمد بن سعيد بن محمد المسافري. هذه النتيجة، هذا أول نداء للمراكز العشر الأوائل. وبنرجع إلى المقدمة، أن هناك أول نداء للمراكز العشر الأوائل. وشوف التغييرات سريعة في هذا الشوط. يا سلام، براق بدأ يبرق ويغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد راشد بن ناصر بن حباب الهاجري. دافع براق بهذا الشوط يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني الأسد للسيد سالم بن سهيل بن صالح العامري. وفي المركز الثالث النصر يبحث عن الفوز للسيد يابر بن حمد بن محمد بن حفير المري. في المركز الثالث وفي المركز الرابع المختبر بدواته كاملة هنا على أرضية ميدان المرموم للسيد محمود بن حبيب بن محمد بن رضا اللي في المركز الرابع. وفي المركز الخامس أرى الآن شديد للسيد مظفر بن محمد بن حسن بالثيمة العامري. قلب الأسد متواجد هنا مع شديد في المركز الخامس. وفي المركز السادس السعر للسيد هادي بن سعيد بن مصلح الحبابي صاحب الكلمات الحلوة والكلمات العذبة. أن ننتقل إلى المركز السابع الخليج غادم بقوة. يا سلام، خليج كامل هنا على أرضية ميدان المرموم. ها هو الخليج يتسلل من المركز السابع إلى السادس إلى الخامس إلى الرابع في هذه اللحظات للسيد نهيان بن حمد بن نهيان العامري. يا سلام، المركز الثامن وصلنا إلى المركز الثامن شاهين للسيد سالم بن راشد بن سعيد المزروعي. وفي المركز التاسع ناخذ المركز التاسع في هذه اللحظات المتحد للسيد محمد بن سعيد بن محمد المسافري. وفي المركز العاشر غازي للسيد ثاني بن عبيد بن سعيد بالكديدة الفلاسي. هذه النتيجة وهذا ثاني ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع إلى المقدمة وإلى براق. براق لا زال مسيطر حتى هذه اللحظات، مسيطر على المقدمة. ها هو براق للسيد راشد بن ناصر بن حباب الهاجري. وفي المركز الثاني الأسد بدأ يكشر عن أنيابه، عينه على براق. يا سلام
يا سلام، انتصفنا نصف المسافة والأسد في المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد سالم بن سهيل بن صالح العامري، وفي المركز الثالث النصر للسيد يابر بن حمد بن محمد بن حفير المري. يا سلام يا سلام، مثلث على المقدمة بين براق وبين الأسد وبين النصر. المركز الرابع غازي يبقى يغزو. يا سلام يا غازي، بدأ يتسلل من مركز إلى مركز مع أبو عبيد. يا سلام، ها هو غازي، للسيد هاني بن عبيد بن سعيد بالكديدة الفلاسي. يا سلام، دافع بغازي في المركز الرابع، أحد المحاربين الغدام في هذا المجال وفي هذه الرياضة. نتمنى لك التوفيق يا أبو عبيد، ونتمنى الغازي أيضا التوفيق والجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. نشوف الخليج، هنا في المركز الخامس. الخليج قادم للسيد نهيان بن حمد بن نهيان العامري في المركز الخامس. يا سلام يا سلام، هل بيلحق بالذيب؟ ان الذيب في شوط المحليات فاز بالمركز الاول وودى السلامات عبر طريق دبي العين الى هالي الهير. هل الخليج بيكرر فوز الذيب في هذا الشوط؟ على العموم هو الان في المركز الخامس وفي المركز السادس. نجد المركز السادس للسيد سلطان بن طارش بن مبارك بالقوبع. يا سلام يا ابو بطي، يا سلام على هذا الاداء، شفت شنبه طاير على فوق كانه بيعيد ماضيه. يا سلام، ماضي مشرف، ومسجل بحروف من ذهب في سجلات طارش بن مبارك بالقوبع، مضمر الشرق الاوسط، متواجد هنا مع نجد في المركز السادس وفي المركز السابع. شديد للسيد مظفر بن محمد بن حسن بالثيمة العامري. وفي المركز نشوف المركز الثامن، السعر للسيد هادي بن سعيد بن مصلح الحبابي. وفي المركز التاسع المختبر للسيد محمود بن حبيب بن محمد بن رضا. وفي المركز العاشر المتحد للسيد محمد بن سعيد بن محمد المسافري. روح يا ابو حياب، خلك مع الرقص الامامي مع الثلاثة الاماميات. يا سلام، مع المثلث الخطر في مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا براق. براق لا زال مسيطر حتى هذه اللحظات للسيد راشد بن ناصر بن حباب الهاجي مع براق في المقدمة، والعصا لا زالت في البطان. يا سلام، 1200 عن خط النهاية بقيادة براق، والنصر في المركز الثاني. لكن شوفوا هنا القادم، الخليج وشديد، قادمين بقوة إلى المنافسة. يا سلام يا سلام، براق في المقدمة، الخليج في المركز الثاني للسيد نهيان بن حمد بن نهيان العامري، وشديد في المركز الثاني للسيد مظفر بن محمد بن حسن بالثيمة العامري، وبراق في المقدمة للسيد راشد بن ناصر بن حباب الهاجري. يا سلام، ركز يا ابو ناصر بن هيان قادم مع الخليج، كامل. السعر بدأ يرتفع، السعر. يا سلام يا سلام يا سلام للسيد هادي بن سعيد بن مصلح الحبابي. الخليج بدأ يغير، بدأ ينتقل، بدأ يرقص على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا الخليج للسيد نهيان بن حمد بن نهيان العامري. شديد في المركز الثاني للسيد مظفر بن محمد بن حسن بالثيمة العامري. السعر في المركز الثالث للسيد هادي بن سعيد بن مصلح الحبابي. السعر بدأ يرتفع، السعر يغير وينتقل إلى المركز الثاني. يا سلام، المعركة طاحنة، في مقدمة هذا الشوط بين الخليج، بين السعر، بين الشيد الشديد. لكن الخليج قفل، حتى هذه اللحظات. ها هو الخليج تشاهدونه على شاشة التلفزيون، بدأ ينفرد بمقدمة هذا الشوط. لاحق الذيب، نقول سلام عليكم يا للير، للمرة الثانية على التوالي عبر هذا الشعار.
شعار شعار نهيان بن حمد بن نهيان العامري. تهانينا على فوز الخليج بالمركز الاول. المركز الثاني يستعد للسيد هادي بن سعيد بن مصلح الاحبابي شديد. في المركز الثالث للسيد مظفر بن محمد بن حسن بثيمة العامري. وفي المركز الرابع براق للسيد راشد بن ناصر بن حباب الهاجري. وفي المركز الخامس الشبل للسلطان بن علي بن سلطان الاجتبي. يا ابو محمد اخرت الشبل، وصلنا وخطف المركز الخامس عند خط النهاية، والتوقيت الزمني ساعة وصول الخليجي الى خط النهاية 9 دقائق 59 خمس اجزاء من الثانية. تهانينا للسيد نهيان بن حمد بن نهيان العامري، والذي وصل في المركز الثاني. السعر ايضا قدم عرض ما فيه الكفاية 10 دقائق 8 اجزاء من الثانية. تهانينا للسيد هادي بن سعيد بن مصلح الاحبابي، والذي وصل في المركز الثالث شديد 10 دقائق 8 جزئين من الثانية. تهانينا للسيد مظفر بن محمد بن حسن العامري. تهانينا للجميع والناموس.